السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بتلاميذ وتلميذات الصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الأول مادة التربية الدينية الإسلامية. النهاردة هناخد مع بعض المحور الأول بعنوان من أكون سير وشخصيات. تعالوا نشوف، وأنا وضحت قبل كده أن سيرة هي تاريخ حياة الشخص، ومن الشخصية دي هنتعلم منها صفات وخصال حميدة يجب علينا أن نقتدي بها في حياتنا. يلا مع بعض كده الدرس بعنوان، أو القصة اللي هكون بسردها عليكم، هي قصة رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم بحفيدي. طبعا صفة الرحمة، أرحم الخلق هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحفيدي. من حفيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحسن والحسين، اللذين لقبوا بلقب سيدي شباب أهل الجنة. أحسنتي. يلا مع بعض نسرد أحداث القصة. اجتمع الأحفاد حول جدهم كعادتهم كل مساء، فسأله زياد: ما حكاية اليوم يا جدي؟ فرد الجد: سأحكي لكم اليوم قصة عن أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد هذه المسابقة. يلا مع بعض، أنا عارفة أن أنتوا في شوق لمعرفة باقي أحداث القصة. اجتمع الأحفاد حول جدهم كعادته كل مساء، فسأله زياد: ما حكاية اليوم يا جدي؟ فرد الجد: سأحكي لكم اليوم قصة عن أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد هذه المسابقة. تعالوا نشوف المسابقة التي سيعرض عليهم الجد على الأحفاد. هيا بنا. فرحت مريم وقالت: لكم أحبها، كم أحب هذه المسابقات. فرحت مريم وقالت: لكم أحب هذه، لكم أحب هذه المسابقات. ما السؤال الأول يا جدي؟ لكم أحب، يعني إيه؟ ضلع القصر قد إيه هي بتحب المسابقات دي. طبعا مريم متشوقة وعايزة تعرف السؤال، ما السؤال الأول يا جدي؟ فضحك الجد وسأل: من أول زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقفزت مريم وقالت: السيدة خديجة رضي الله عنها. تاني، طبعا فرحت مريم وقالت: لكم أحب هذه المسابقات، ما السؤال الأول يا جدي؟ فضحك الجد وسأل: من أول زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قفزت مريم وقالت: السيدة خديجة رضي الله عنها. قال الجد: من منكم يعرف أسماء أبناء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قفز زياد وقال للرسول صلى الله عليه وسلم: أربع بنات. مين هم أربع بنات لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. تاني، زياد قال للرسول صلى الله عليه وسلم: أربع بنات. يبقى كم بنت لرسول الله؟ أربع بنات، وهما زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. وقالت فريدة: وكان له ثلاثة أبناء، القاسم وإبراهيم، وكلاهما توفي قبل أن يتم عامه الثاني، يعني وهم يبلغوا من العمر سنتين من العمر، تاني سنة وسنة ثالثة. يبقى فريدة قفزت، كله بقى متحفز للإجابة، وعشان دي مسابقة. كان له كم ابن؟ ثلاثة أبناء من الذكور، القاسم وإبراهيم، وكلاهما توفي قبل أن يتم عامه الثاني، يعني قبل أن يتم عامين من العمر. وعبد الله الذي مات صغيرا أيضا. رد الجد: أحسنتما. ها، رد الجد قال إيه؟ أحسنتما. والآن لنستمع إلى حكاية اليوم. رد الجد
عندما ولدت السيدة فاطمة ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولديا سماهما الرسول صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبهما حبا شديدا، حتى إنه وقف يوما على المنبر فإذا بهما يدخلان المسجد وهما يتعفران في ملابسهما، فنزل من على المنبر وأخذهما في حجره. قال عمر: ألي هذا الحد كان يحبهما يا جدي؟ تاني يا سنة تالتة. عند رد الجد بقى، بركزوا بقى في كلام الجد، بيحكي لهم بقى الحكاية. عندما ولدت السيدة فاطمة ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولديها سماهما الرسول صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبهما حبا شديدا. تعالوا أعرض عليكم دليل لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحفيديه اللي هم أولاد السيدة فاطمة الزهراء. حتى إنه وقف يوما على المنبر فإذا بهما يدخلان المسجد وهما يتعثران في ملابسهما، يعني يتعثران عاملين إيه؟ يكعبلوا في الملابس بتاعتهم، لأن طبعا هما صغيرين في السن، فطبعا إيه الهدوم إيه طويلة عليهما، فكانوا يتعرقلان في الملابس. نزل من على المنبر وأخذهما في حجره. قال عمر: ألي هذا الحد كان يحبهما يا جدي؟ طبعا أنا لاحظت هنا يا ميس إن الرسول صلى الله عليه وسلم من رحمته، وده بيدل على الرحمة، ونتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو واقف على المنبر ويخطب في المسلمين في موضوع ما عن الإسلام، وتوقف عن الموضوع ونزل من على المنبر لكي يساعد الحسن والحسين، وده بيدل على رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم. ده برضو من الموقف، لان انا بدات عنوان القصه وقلت رحمه الرسول صلى الله عليه وسلم بحفيدي، ادي مثال اول مثال لرحمه الرسول بحفيدي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل. اجاب الجد: نعم يا عمر، ففي احد الايام خرج الرسول صلى الله عليه وسلم الى الصلاه حاملا احدهما فوضعه بجانب رجله اليمنى بينما يسجد، الا ان الغلام التف برجليه حول رقبته صلى الله عليه وسلم. يعني ايه؟ يعني احد الغلام وهو ساجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب الغلام على ايه؟ على رقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ما انت كده بابا بيشيلك على ايه؟ على كتفه، على كتفه، صح؟ فالغلام التف برجليه حول رقبته صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف موقف الرسول الجميل. ها، اطال الرسول صلى الله عليه وسلم السجود حتى نزل الغلام، يعني فضل ساجد لحد الغلام ما نزل من على رقبته. ألي هذا الحد كان رسولنا رحيما؟ تاني يا سنة تالتة. تعالوا نكمل. اجاب الجد: نعم يا عمر، ففي أحد الأيام خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة حاملا أحدهما فوضعه بجانب رجله اليمنى، كان حطه إيه؟ بجانب رجله اليمنى لحد ما ينتهي من الصلاة، بينما يسجد، إلا أن الغلام التف برجليه حول رقبته صلى الله عليه وسلم فأطال الرسول صلى الله عليه وسلم السجود حتى نزل الغلام. ألي هذا الحد كان رسولنا رحيما؟ طبعا يا ميس الموقف ده معبر بشيء جميل جدا يا ميس، لان الرسول عليه السلام عارف ان الطفل بطبيعته يحب يلعب، فالرسول ما حبش ان هو يوقفه عن اللعب، لا، مع ان هو في موضع الصلاه وفي موضع مقابله مع الله سبحانه وتعالى، ولكن الرسول بيعلمنا لما يكون الاطفال في وسطنا او في حوالينا اثناء الصلاه نتركهم حتى ينتهوا من اللعب. والرسول عليه السلام لم يصعد من السجود حتى يترك احد من الاحفاد، كان الحسن او الحسين، على كتفيه، فلغايه لما انتهى من اللعب فاطال الرسول عليه السلام في السجود، فنزل الحسن او الحسين ايا كان منهما، فده بيدل على رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم بالأطفال. فيجب علينا برضو الأب مثلا هو بيصلي في المسجد، لو كان أحد من أحفاده أو هو ابنه طفل صغير يطلع على كتفيه يتركه حتى ينتهي. أحسنت. تعالوا نكمل.
أجاب الجد: نعم، حتى إنه كان صلى الله عليه وسلم يحمله فيقول: اللهم إني أحبه فأحبه، اللهم إني أحبه فأحبه. قال زياد: صلى الله على رسولنا الكريم مثال الرحمة والمودة. يبقى أجاب الجد، يلا نشوف كده الجد قال إيه. نعم، حتى إنه كان رسول صلى الله عليه وسلم يحمله فيقول اللهم إني أحبه فأحبه. خلاص، فمتفق عليه ده كده حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول اللهم إني أحبه فأحبه. تمام. يعني هو ايه وهو ساجد عمال ايه، بص كمان وهو ساجد الرسول بيدعو الى حفيده، بيدعو له كمان، يعني مش عارفه اقول ما كانت، بصوا قد ايه مكانه حفيدي رسول الله، مكانه كبيره جدا عند رسول الله افضل الخلق واشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. قال زياد: صلى الله على رسولنا الكريم مثال الرحمه والموده. قبل ما انهي قصتي عايزه اقول لكم حاجه يا سنه ثالثه، ان ابناء الرسول وبناته، فكرين الاول كده قبل ما انهي القصه، من بنات الرسول مين؟ طبعا كان له اربع بنات، هم زينب ورقيه وام كلثوم وفاطمه. تمام، هل له البنات فقط وكان له لا واولاد؟ قلنا الابناء كان مين ومين؟ الذكور هما كان الذكور كان أول واحد كان القاسم وإبراهيم، وكلاهما توفي قبل أن يتم عامه الثاني. إبراهيم كان من زوجته السيدة ماريا القطية. تمام، يبقى الثالث عبد الله. تمام، يبقى أنا دلوقتي عند من أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله وأبا القاسم وإبراهيم ابن السيدة ماريا القبطية. طب هل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يوجد عنده سوى الحفيدين اللي هو الحسن والحسين؟ لا، يوجد لديه أحفاد آخرون منهم محسن وقد مات وهو صغير، وزينب وأم كلثوم. إيه ده؟ طب دول بنات الرسول؟ لا، دول من احفاده برضو. يبقى من احفاد الرسول صلى الله عليه وسلم محسن وقد مات وهو صغير، وزينب وام كلثوم، والثلاثه كانوا اخوه للحسن والحسين. ومن احفاد الرسول علي وامامه من ابنته السيده زينب، وعبد الله من ابنته السيده رقيه، ومات عبد الله ايضا وهو صغير. يلا مع سؤال اكمل. أول زوجات الرسول السيدة خديجة بنت خويلد. أحسنت، أول زوجات الرسول السيدة خديجة بنت خويلد. للرسول أربع بنات وهن السيدة زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وزينب. للرسول صلى الله عليه وسلم أربع بنات وهن رقية وأم كلثوم وفاطمة وزينب. كان للرسول ثلاثة أبناء وهم عبد الله والقاسم، عبد الله والقاسم وإبراهيم. أحسنتي، كان للرسول ثلاثة أبناء وهم القاسم إبراهيم وعبد الله. توفي عبد الله والقاسم وهما القاسم وإبراهيم، توفوا في عمر عامين، وعبد الله توفى في عمر صغير. أحسنت، عندما ولدت السيدة فاطمة ولديها سماهما الرسول الحسن والحسين. رسولنا الكريم مثال المودة والرحمة. رسولنا الكريم مثال المودة والرحمة. وأنا عرضت لكم طبعا أمثلة رحمة الرسول بحفيديه الحسن والحسين، تقدر تفكريني بالموقفين الجمال جدا اللي يدلوا على رحمة رسول الله وشدة حبه إلى حفيديه. نعم يا ميس، أول موقف تعرضوا للحسن والحسين عندما كان يخطب الرسول صلى الله عليه وسلم مع المسلمين، تعثر الحسن والحسين في ملابسهما فوقع، فطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم من رحمته فنزل من على المنبر وساعد وأخذ بيدهما الحسن والحسين
بسبب حبه الشديد للحسن والحسين، هم أحفاد الرسول، ده بيدل على الرحمة. والموقف الثاني الرسول صلى الله عليه وسلم وهو كان في موضع السجود، أحد الأحفاد صعد على كتفيه والتف ساقيه على رقبة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في موضع السجود، فالرسول صلى الله عليه وسلم بقي ساجدا حتى ينتظر نزول الحفيد من على رقبته رقبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وده بيدل على الرحمة والمودة للرسول. وهو الرسول بيعلم الآباء أو الأمهات بهذا المواقف، نتعلم الرحمة من الرسول صلى الله عليه وسلم لعب الأطفال، لأن الطفل طبيعي أنه هو بيلعب، فنترك الأطفال لكي نحبب الأطفال في دخول المساجد وإن هم يحبوا يسمعوا لشيوخنا. فده يعني ليه بعد كده الموقف ده ليه للقدام، الرسول بينظر للأمام إن الطفل لازم يحب المسجد، فإزاي إن هو يترك الطفل على طبيعته يلعب ويمرح، فده بيدل على من رحمة الرسول والمودة الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسنت. كان رسول الله يحب أحفاده حبا شديدا. سلم. عندما تعثر الحسن والحسين في ملابسهما، عندما تعثر الحسن والحسين في ملابسهما، ها أطال الرسول السجود حتى نزل فأحبه، ولا نزل الرسول وأخذا في حجره؟ نزل الرسول وأخذا في حجره. عندما التف الغلام برجليه حول رقبة الرسول صلى الله عليه وسلم، أطال الرسول صلى الله عليه وسلم السجود حتى نزل. كان الرسول يحمل أحد حفيديه فيقول اللهم إني أحبه فأحبه فأحبه. مع سؤال المتفوقين أكمل. كان للرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أبناء، كان للرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أبناء وهم، في انتظار إجابتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.